في واحدة اسمها حب. ايه اللي ممكن؟ ايه اللي ممكن؟ انا هو بقول انت لك هو يا اه يا لا. مساء الخير، هلو، مساء النور، هل مساء الحب الخير. موجود؟ ايه مش الدخلة دي؟ الناس يا جدعان شغلاتها بقت صعبة 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 صعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة من خمن، البرنامج اللي بخمن فيه حاجات. والنهاردة الجزء الثاني من خمن شغلانتك من 10 اسئلة، ولو خسرت فانت ليك 200 جنيه. انا مذاكر كويس قوي قوي، اتمنى بس الناس اللي بتشتغل شغلانات بتتطلب اكتر من 4 تايتلز، يعني اللي هو ايه اكاونت مانجر، سيلز، سيلز اكاونت مانجر، الحاجات دي يا رب ما يطلعليش عشان متعب. يلا بسم الله. ايناس عبد الله، ماشي. الو، سوري. عليكم السلام. كان بليف ات والله، ثانك يو. لا خالص، من غير اي بليف، كان من غير انجليزي لو سمحت. هل انت شغلانتك بتتطلب منك انك تتكلمي انجليزي؟ من وقت للتاني بس مش كتير. بتكتبي ايميلات مثلا بيها يعني؟ نايس. بتقدمي خدمه ولا برودكت؟ خدمه. هل الخدمه دي حاجه في المجال الفني؟ مش عارف فني كايه. طيب يعني مثلا اديت، جرافيك ديزاين كده؟ لا لا لا، حاجه بعيده خالص عن دول. بعيده خالص عن دول. هل هي في مجال اللي هو الاستشارات؟ لا. هل هي في مجال الفلوس؟ لا برضه. هل انت كول سنتر؟ لا. هل انت بروكر؟ لا. طيب انت شغاله الشغلانه دي علشان فلوسها ولا عشان انت تكتسبي منها خبره؟ عشان بكتسب منها خبره. ممكن هنت؟ هقول لك حاجه، هو مجال داخل في مجالين دراسه. يعني هي بتحتاج شهاده؟ او داخل في مجالين دراسه. زي بكليه باي اس كده، اللي هي تجاره مع برمجه، اهو حاجه شبه كده بس برضو مش في الحته دي. اسهلها لك، ما بين اتنين. يا ريت. اوكي، هي انت دكتور صح؟ ايوه. حاجه قريبه من الدكاتره. انت في المستشفى تتعامل مع مين ومين ومين؟ احنا ممكن نكون موجودين في المستشفى بس مش دايما. تمريض؟ حاسه انها صعبتها بس سهلتهاش. مش تمريض، عشان التمريض دايما موجود، وانت مش بتقدمي الخدمه اصلا، بتقدمي خدمه معنويه مش ماديه. ثواني هفكر في حاجه في المستشفى. حاجه ليها علاقه بالميكروسكوبات وكده او التحاليل؟ لا لا لا. اتفضلي قولي بتشتغلي ايه. ماشي، انا بايوميديكال انجينير. انا مجالي اقدر اشتغل مثلا في صيانه الاجهزه، بحيث ان الجهاز لو عطل او محتاج حاجه انا المسؤول عن الحاجه دي. طب ازاي دي بقى خدمه مش ماديه؟ ما انت كده بتتعاملي مع الماده. انت ما سالتنيش ماديه ولا معنويه، فسالت. انت قلت لي بجد بتقدمي خدمه ولا برودكت. مبروك عليك. مبروك عليا ايه؟ 200 جنيه مازن. ترى ما كنتش غديت، كنت هكنسل حالا. لا لا، انا معاكم. ازيك يا مازن؟ الحمد لله. ازيك يا بوري؟ اخبار روحت؟ لا والله لسه قاعد في القهوه يا باشا. خلاص انا اسف. طب قول لي قاعد فين اجي لكم؟ طيب يلا، انا عايز في زرار بيت مصر. يا لا يا عم، بعيد يا عم، انا خليني في بيتي احسن. شغلانتك محتاجه شهاده؟ محتاجه شهاده. شغلانتك دي طب او هندسه؟ هندسه. للاسف. هل تخصصك ده اهم تخصص موجود في الكليه؟ كلهم بيقولوا كده. كلهم بيقولوا كده موجوده طبعا. عماره؟ السهوله دي يا بقى يا بقى، الواحد برضو لما يسال الاسئله الصح. اصل انت باين في صوره بروفايلك عادتك قاعده مهندس، لبسك الابيض ده لبس مهندس، بس انت قاعد في القهوه ليه بقى؟ مش لازم الشغلانه بقى عشان تعبت منها والله. يا باشا الله يكرمك يا رب ويتوب عليك منها ويرزقك باللي احسن منها. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا ازيك؟ في حد مبلغني رساله لازم اوصلها لك. ايوه. حد اسمه عيد سعيد رمضان، اللي قال لك لو شافك هيطلع. شغال؟ انت شغال؟ ايوه شغال. شغال بقالك اقل من سنه؟ لسه شغال بقالي شهرين مثلا. بقالك شهرين، انت لسه بتدرس؟ ماشي، يبقى شغلانتك دي مش محتاجه شهاده. شغلانتك دي بتبيع فيها منتج ولا انت بتقدم خدمه؟ لا بقدم خدمه. اسيستنت مدرس؟ لا. ماشي. هل انت كول سنتر؟ لا. بتتعامل مع بشر اكتر ولا كمبيوتر اكتر؟ الاثنين. ومش كول سنتر. شغلانتك دي بتقبض منها كويس؟ الحمد لله. يعني اي حد ممكن يشتغلها ولا لازم يكون معاه خبره؟ لا لازم يكون معاه خبره. لازم يكون معاه. انت شغال في منشاه سياحيه؟ يعني ينفع تبقى منشاه سياحيه؟ لا. مش مطعم او سوبر ماركت او محل؟ لا لا. شركه؟ يا اديني هنت. بتعامل من البيت مثلا.
حد بيكلمك على التليفون دلوقتي؟ لا لا يعني شغلانتك الناس بتكلمك؟ لا لا يعني باخد بيانات مثلا. تاخد بيانات؟ ماشي. انت شغال في ايزر او جرافيك ديزاينر او كده؟ ممكن. ماشي. طيب انا خلاص غلوب حماري، فانت هخمن انك بتشتغل سوشيال ميديا مانجر. لا انا اقول جرافيك ديزاينر. في ما انا قلت لك ممكن. ايه اللي ممكن؟ ايه اللي ممكن؟ انا بقول لك هو يا لا. شغال جرافيك ديزاينر يا اسطى. ماشي يا اسطى، احسن ناس يا اسطى على عيننا وعلى راسنا، بس انت ليه بتعاملني كده؟ ايه اللي ممكن؟ حبيبي والله. شكرا ليك. شكرا. يا جدعان بقى، يا جدعان انت بتشربوا ايه يا جدعان؟ شاي اخضر ولا ايه؟ اماني. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الفل. ازيك يا اماني؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا برع. انت عامل ايه؟ الحمد لله. ايه بقى اللي شغالك في مجال الاستيراد والتصدير؟ ايه الدخله دي؟ ما بتشتغليش فيه يعني؟ طب كويس، ما سالتكيش. اوكي ماشي. اول سؤال فعلا بقى، هل انت بتشتغلي حاجه بشهادتك ولا من غير شهادتك؟ لا بشهادتي. هل شهادتك دي في مجال الطب او الهندسه؟ هل هو مجال الطبي؟ هل انت شغاله دكتوره؟ لا. ممرضه؟ لا. ما في المجال الطبي يا ممرضه يا دكتوره يا ممرضه؟ لا. متخرجه من طب؟ لا. طب ايه ده بقى بيشتغل؟ طب ثواني، متخرجه من الكليه، من كليه طبيه؟ متخرجه من اسنان او صيدله؟ صيدله. شغاله في صيدليه؟ غلط. شغاله في شركه ادويه؟ برافو عليك. برافو عليا. تحفه. شكرا. ايوه شغاله ميديكال ريب. انت بقالك كتير مش متخرجه صح؟ سنتين. اوف، كل ده وشغاله ميديكال ريب؟ يعني ايه كل ده؟ ده معناه كتير ولا قليل ولا يعني؟ لا يعني إيه؟ كتير طبعا يعني. خلاص يعني مش حاسس اصلا، بحس الميديكال ريب ده بس مرمطه قوي يعني. هو مرمطه ومرمطه كتير، بس هو ده احسن كارير بعد يعني بعد الكليه كصيدله يعني. يا رب تسافر ان شاء الله. يا رب. انا وانت يا برع. يا رب. امين يا رب. ان شاء الله في نفس الطياره باذن الله. ان شاء الله كلنا كل اللي موجودين على الارض، وكل اللي يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ان شاء الله يا شباب. برافو عليك. ايوه هو ده الماركتنج الصح العظيم يعني. الجمهور زيرو انتماء. ساره مونجي. ماشي تعال نشوف ساره. هيفاء من زي انا. الو. ازيك يا صرصور؟ ازيك يا برع عامل ايه؟ اتخرجتي صح؟ لا لسه بدرس. اوكي. شغلانتك دي معنى كده مش محتاجه شهاده، بس هل شغلانتك دي انت بتتعاملي فيها مع بشر اكتر ولا جهاز كمبيوتر اكتر؟ لا الاثنين، بس الاكتر بتعتمد على الكمبيوتر. اكتر كمبيوتر. شغلانتك دي ينفع تشتغليها من البيت عادي؟ هل شغلانتك دي ليها علاقه بالتصاميم او الديزاين او الايديت؟ شويه. يعني انت بتشتغلي كونتنت كريتور مثلا؟ لا. شغاله في السوشيال ميديا وكده؟ شويه. يعني شويه؟ لا يعني مش شويه، ما هو مثلا السوشيال ميديا مانجر مثلا؟ لا. طيب كونتنت كريتور؟ طيب لا، ما انت قلت لي في الاول قلت لا. يا اسطى ما قلتش كونتنت كريتور. يعني انت بتشتغلي كونتنت كريتور مثلا، بتتعاملي بقى مع ناس؟ طيب الناس اللي بتتعامل معاهم دول بتقدم لهم ردود ولا شغل معمول على كمبيوتر مثلا؟ لا ردود. كول سنتر؟ لا. ما في كول سنتر من البيت عادي والله. طب ما انت كده، طب مش كول سنتر بس، انت كده اللي هو اللي بيبقى ماسك البيجات وبيرد على الكومنتات وبتاع، اللي هو دي ام، هو دي ام كده ولا؟ شويه بس يعني مش حاجه اساسيه بالنسبه لي. طب اديني هنت. انت ممكن اي حد في العالم يستخدمها يعني، مش مقيده في حته معينه. الاله الحاسبه. الاله الحاسبه ايه؟ لا او ممكن اتعامل معاه يعني، مش بتعامل مع ناس معينه، بتعامل مع ناس في كل حته. تعامل مع اي حد في الدنيا. اي جنسيه. اي جنسيه؟ ها مترجمه؟ لا انا كليتي انا مترجمه بس مش بشتغل بيها. ابلكيشن؟ طب استني، لا طب ثواني بس، ما انت شغاله ابلكيشن؟ ممكن. ويب سايت مثلا؟ ماشي. شغاله في ويب سايت بتاع حجز شركات طيران؟ يلا بقى. لا. ماشي اتفضل قولي شغلانتك. ديجيتال ماركتنج على اي باي. ماشي ممكن تشرح للناس ايه الشغلانه دي؟ انا بنزل حاجات، ممكن انزل مثلا جيمنج باندل لابتوب كده على اي باي يعني، تبع شركه معينه. اي باي ده اللي هو البرنامج اللي هو زي
ويب سايت ايباي اللي هو زي امازون. اه بتشتري، الناس بتشتري منه وكده. ايه ده، شغال في مصر؟ لا انا بشتغل برا مصر. شكرا جدا لك ومبروك عليك ال 200 جنيه هبعتهم لك بعد الحلقه ان شاء الله. ماشي، شكرا، باي. الناس يا جدعان شغلاتها بقت صعبه 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 صعبه. تعالى يا ناس. الو الو، مساء الخير يا منور. ازيك يا باشا؟ اسف على الازعاج يا باشا. ازيك يا باشا؟ الاخبار؟ الحمد لله. بتشتغل؟ اه بشتغل. سيبك كويس؟ لا. حلو قوي الكلام ده. بتشتغل بشهادتك؟ لا ما بشتغلش بشهادتي. هل شغلانتك دي بتقدم فيها خدمه معنويه ام ماديه؟ خدمه؟ لا يعني ماديه. ماديه؟ شيء يعني شيء ممسوك، ممسوك اقدر امسكه بايدي؟ لا تقدر تحضره. اقدر يعني احضره يعني تبقى جواه. انت بتدي كورسات؟ لا. اديتور؟ فيديو اديتور؟ لا برضه. طب اديني هنت، اديني هنت. انت بتروحه يعني ما حاجه بتروحها بروحها علشان اتعلم ولا انبسط؟ الاثنين، في اوبشنز كده وكده. اتعلم وانبسط. انت اورجنايزر؟ في الايفنتات اللي هي زي بتاعه سينك سامت والكلام ده؟ بالظبط كده. سلام عليا. عاش اخويا. اخويا شكله ناس حبيب، الله يكرمك. الله العظيم رفع من العمليات. رانو رفعت. مساء الخير، مع حضرتك انس الدمشقي. اهلا وسهلا. انت بتشتغلي؟ رد علي. بشتغل. واو، حد في سن، في السن ده بيشتغل؟ بتشتغلي بشهادتك؟ لا. اوكي، انت شغاله مش في مجالك. الشغلانه دي عامه ينفع تشتغليها عن بعد ولا لازم تكوني في المكان؟ لا لازم اكون في المكان. هل هي في منشاه كبيره زي شركه ولا منشاه صغيره زي محل؟ لا كبيره. ادي الدنيا. شركه؟ مش بالظبط. مصنع؟ لا برضو. بس ممكن اعتبرها مطار. لا مش الدرجات. ممكن اعتبرها شركه. الحاجه اللي بتقدميها دي او بتبيعيها دي ماديه ولا معنويه؟ ماديه. ماشي. بتتعاملي مع اشخاص اكتر ولا كمبيوتر؟ الاثنين. هل شغلانتك دي وانت صغيره كانت بتقولي الناس بتقولي نفسي اما اكبر ابقى اشتغل كذا، ولا محدش كان يعرف الشغلانه دي لسه؟ لا انا كل اللي حواليا كانوا نفسهم ان انا اشتغل الشغلانه دي. ايه ده، احب اعرف اشمعنى. يعني ليا قرايبي اوريدي شغالين في المجال ده فكانوا عايزيني ان انا ابقى زيهم. مهندسه بترول؟ لا. شغاله في بنك للاسف. ثواني بقى، انا هعرف بالظبط انت شغاله ايه في بنك. انت شغاله في قسم ال ال اللي هو ايه، مش بتاع التيلر، خدمه العملاء. تمام. صح صح، خدمه العملاء. خدمه عملاء. اه. انت بقى الشخص اللي بيدي ال بالجنيه ولا بالدولار؟ لا بالجنيه. انا بعمل كل حاجه. ماشي. بجد شكرا جدا. باي باي. ماديه صح، ما انا بقول ماديه يبقى فيها فلوس. ما انا ازاي كان هيتوه عن بالي ان هو منشاه كبيره. في واحده اسمها حب. مساء الخير. الو، مساء النور. هل الحب موجود؟ لا. هو ده اسمك؟ لا لا، اسم مصطفى، اسمي زهرة. زهرة، ازيك يا زهرة، ايه الاخبار؟ الحمد لله كل تمام. انت شلونك؟ ان شاء الله بخير. انت من العراق؟ اي من العراق. اي ايه. لو كسبت مش هعرف ابعت لك ال 200 جنيه. انا يعني انا اسف. هل انت شغلتك محتاجه شهاده؟ طبعا. طيب بتشتغلي بحاجه في المجال الطبي او الهندسي؟ ايه. انت شغاله في المجال الطبي؟ ايه. انت خريجه طب؟ لا غلط، بس بعدك. مش في المجال الطبي. اوكي، طب يبقى صيدله؟ صحيح. صيدله. ايه تحفه. طب ثانيه بقى، خمن شغاله فين بقى. طبعا بديهه سالف الاول، هنشتغل في الصيدليه؟ لا. شركه ادويه؟ لا لا، ما تنحسب بشركه. مش عارف انت عندكم الشغلانه دي ولا لا، بس اللي هي اسمها مش فاكر اسمها ايه، اللي هو بينزل يوزع ادويه يعني. طب ماشي، هي مش شركه. ايه ده، هي مش شركه ومش صيدليه؟ ايه. مصنع؟ لا لا لا، يا ريت بس اخواش اللي فاتت. معمل؟ لا بس هي محل. طب اديني هنت لو سمحت. يشبه مسلسل كلش اشتهر عندكم. مسلسل مشهور عندنا؟ ايه. مسلسل بالطو؟ بالطو. ايه، انا هسه بالطو حاليا. انت شغاله في الصيدليه اللي تبقى موجوده في المستشفى؟ بالضبط. ايه. انت اصلا خريج جامعه ايه؟ جامعه الكوفه. يا نهار، احسن ناس يا جدعان والله. اخواتنا ما مصدقين من التمخابر، وتقريبا شايفه كل الفيديوهات. ومبروك على الخطوبه. ربنا يخليك، كلك ذوق والله. تسلمي. كان نفسي تكتب ال 200 جنيه. لا انا راضيه بالمكالمه.
ربنا يخليك تسلم. شكرا على راسك. مش ممكن الشطارة، مش ممكن الشطارة. وهنا سيدتنا سيدي تنتهي رحلتنا لهذه الحلقة. أتمنى أن تسووا اللايك والشير والسبسكرايب، ولو أنت من دولة عربية شقيقة زي العراق أو أي دولة يريد تثبت حضورك في الكومنتات وتقول أنت منين، ولو أنت من محافظة عربية شقيقة زي بني سويف المنصورة الفلاحين يعني والدقهلية يريد برضو تقول في الكومنتات أنا فلاح. شكرا لكم.